أعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي رصد 4 حالات غش خلال امتحانات الجبر والهندسة الفراغية، وأشار إلى ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من ورقة الأسئلة ونشرها على الإنترنت. النهاردة كان عدد طلاب اليوم 101,615 طالب وطالبة، دول كانوا بيمتحنوا النهاردة الرياضيات البحتة فروع الجبر والهندسة الفراغية. عندنا الحقيقة الحصيلة اليوم عندنا 2، هم كله أربعة، في عندنا 2 شيروا وأتاحوا و2 اتمسكوا بموبايل داخل اللجنة فقط لا غير، ما عندناش حالة شغب ولا عندنا أي حاجة تانية غير كده خالص. دار السلام الإعدادية بدار السلام سوهاج، دار السلام غش بالموبايل في مادة الجبر والهندسة الفراغية، ده غش وإتاحة. تم ضبط الطالب كاف عين شين وبحوزته موبايل تم استخدامه في الغش في مادة الجبر، وكذا تم التأكد من تمكنه من تصوير جزء من ورقة الأسئلة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.